أخبارك مشاهدينا؟ أهلا بكم في حلقة مباشرة على شاشة قناة الشروق، برنامج صباح الشروق بفقراته المتعددة المختلفة. نتمنى تنال رضاكم واستحسانكم. الأماسي بتبكي في أسى ما احتيادي. أجمع الوجدان السوداني على أن الشاعر عمر الطيب الدوش هو الرائد الحقيقي للشعر الغنائي الحديث. إذا كان الدوش ينطلق من خلفية شعرية فنية وسياسية، فإن سعد الدين إبراهيم ينطلق في جوانب متعددة من الإبداع. هو ابن السودان البار وابن أم درمان الذي بدأ بالتعليم ومن ثم تدرج إلى العمل الإعلامي من بوابة الإذاعة والتلفزيون، ومن ثم العمل الصحفي ليترأس عدد من الصحف ولكن بمنتوجه الفني والأدبي الكبير. سعد الدين إبراهيم هو صاحب مفردات جاذبة ناصعة يجيد الرسم بكلمات، وله قاعدة عريضة من القراء كانوا ينتظرون أن ذاك عبر زاويته الصباح رباح والنشوف آخرتها. الحديث عن الراحل المقيم في وجداننا سعد الدين إبراهيم لا تقتصره المساحات الضيقة، وهو ينشر الجمال حلا وترحالا. نهديكم في ذكرى رحيله حكاية حبيبتي، ومن ثم نعود نواصل دفق الشروق الصباح المباشر مشاهدينا. على حبيبتي حاحكي لكم ضل ضفايرة وملتقانا، شدوا أوتار الضلوع أنا بحكي ليكم عن حنانة. مرة غنت عن هوانا فرحت كل الحزانة، مرة لاقت في المدينة الحمامات الحزينة قامت ادت برتكانة، ولما طارت في الفضاء رددت أنغام رضا، وكانت أول مرة في عمر المدينة إنه نامت وما حزينة. تحيا محبوبتي الحنينة، تحيا محبوبتي الحنينة. عن حبيبتي بقول لكم لون سمرته منكم، يوم يزوركم في الهجير يقوم يزود ضلكم. عن حبيبتي بقول لكم ماخد حاجات منكم، الأصيلة ندى الشروق الغنى ليزرع عرضنا، الوليفة زي الشعاع تدخل رواكبنا ووضنا، الجميلة تفوتنا هسا نبقى مشتاقين برضنا، البعيدة ندور نقرب ليها حاجات تعترضنا. عن حبيبتي بقول لكم سواليكم بيدين الشاي وحال بالكم ضروع الليل، وجال بالكم ضي القمر ومخبية في جيوب النيل، متى ما تدور ترويكم وما بتقدر تخليكم، تجيب النجم وتديكم عشان كان نور ما كفى تجيب ضوني يكفيكم. عن حبيبتي بقول لكم لسه بقول لكم، متى ما تدور ترويكم وما بتقدر تخليكم، تجيب النجم وتديكم عشان كان نور ما كفى تجيب ضوني يكفيكم. عن حبيبتي بقول لكم لسه بقول لكم، يلا صفقوا كلكم، يلا صفقوا كلكم. سعد الدين إبراهيم. رحمة والمغفرة للأديب الأريب سعد الدين إبراهيم. نواصل دفق الشروق الصباح الحي ولكن على مساحة أخرى من الجمال، ورحب بالزميل مصطفى عبيد الله لموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور حمزة، وصباح الخير على كل المشاهدين الأحباب، ورحم الله شاعرنا سعد الدين إبراهيم. ومثل ما قال عن الحبيبة أنا سأقول عن قضايا وهموم الوطن. أهلا ومرحبا بالجميع في الموجز. أهلا ومرحبا بمشاهدينا الأعزاء، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق ضمن صباح الشروق. أهلا بالجميع. رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الدعوة لكافة القوى السياسية للوصول لاتفاق يرضي الجميع ويخرج البلاد إلى بر الأمان، وقال لدى مخاطبته حجزا جماهيريا بولاية النيل الأبيض بمناسبة تخريج أكثر من 50 حافظا لكتاب الله الكريم بمحلية أمريمتا، قال إنهم يريدون تراضي الجميع على حل يخرج السودان من أزمته الحالية. وبعث دقلو بعدة رسائل للفرقاء السياسيين حثهم فيها على ضرورة نبذ الخلافات والعمل على مشاركة الآخرين من أجل أن تمضي البلاد إلى الأمام. اطمأنت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول
على وفد السودان الشبابي المشارك في منتدى ريادة الأعمال بدولة مصر، والذي افتتحت جلساته وسط رغبة كبيرة وحرص أكيد من الشباب على اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات في فنون تصميم المشروعات الإنتاجية المختلفة. وأوصت هزار بضرورة المشاركة الفاعلة بقية اكتساب المزيد من التحصيل المعرفي في مجال ريادة الأعمال تحقيقا لبلوغ الغايات التي يطمح لها الشباب. استقبل والي القضارف المكلف وفد جمعية تنظيم الأسرة بالعالم العربي برئاسة الفارو بن جامين، وبحث اللقاء سبل مشاركة الجمعية في ترقية خدمات الصحة الإنجابية والطفولة للاجئين الأثيوبيين بمعسكرات اللجوء إضافة للمجتمعات المستضيفة. وأكد والي القضارف على أهمية تكامل الأدوار للنهوض بالصحة الإنجابية وتقليل نسبة وفيات الأمهات وتحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة، إلى جانب دعم المستشفيات بالمناطق المستضيفة. ونبقى في ولاية القضارف، حيث استعرض اللقاء الذي جمع حكومة ولاية القضارف ووفد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب المشروعات والفرص التنموية بالولاية، واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لدراسة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي طرح الوفد توطئة لإجازتها، ومن ثم إدراجها ضمن الموازنة المالية للعام القادم. ويأتي على رأس هذه المشروعات تأهيل طريق الصادرات القاري القضارف دوك القلابات، والذي يربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها، مع إنشاء منطقة حرة بمعبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا. دشن والي كسلا المكلف خوجة لحمد عبد الله برنامج نفرة التعليم والمصارف والمشروعات، مثمنا جهود ديوان الزكاة التي ظل يبذلها تجاه المجتمع. وأوضح لدى مخاطبته تدشين هذه النفرة أن البرنامج اشتمل على عدد من المحاور، من بينها الحقيبة والزي المدرسي والصرف على الفقراء والمساكين عبر لجان الزكاة القاعدية، علاوة على المشروعات الفردية ومعينات المعاقين. شدد والي سنار المكلف العالم إبراهيم النور على أهمية مجلس الحكماء في رتق النسيج الاجتماعي والمساهمة في حل المشاكل بين المواطنين وتقديم المساعدة للأجهزة الإدارية والتنفيذية والنظامية في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار. جاء ذلك لدى مخاطبته بمدينة سنجة الاجتماع الأول لمجلس الحكماء عقب اختياره من القيادات الأهلية والأعيان وأهل الرأي والحكمة، بحضور حكومة الولاية وقيادات الأجهزة النظامية. ومن المتوقع أن يسهم المجلس في المصالحات وتعزيز السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية بالولاية. الخبر الأخير في هذه النشرة الموجزة: أطلق المجلس القومي لرعاية الطفولة مشروع إنشاء قاعدة بيانات الطفولة بولاية شمال دارفور. وأشاد الأمين العام للمجلس عبد القادر عبد الله أبوه لدى لقائه بأمين المجلس بولاية شمال دارفور حكم الحافظ، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس تجاه الأطفال، ونادى بتقوية البناء الهيكلي والتنظيمي للمجلس، مؤكدا على أهمية وخصوصية جهود المجلس بإقليم دارفور، وذلك للظروف الاستثنائية التي عاشها الإقليم. إذن مشاهدينا الأعزاء، انتهى هذا الموجز، وهذه عودة للزميل حمزة لمواصلة فقرات صباح الشروق. أهلا حمزة. شكرا جزيلا مصطفى عبيد الله، نتمنى لك يوم سعيد وموفق بإذن الله تعالى. نواصل دفق الشروق الصباحي المباشر الحي كسلسلة ابتدرناه في صباحاتنا الندية بخصوص الرياضة، والرياضة هي مهمة جدا لصحة الإنسان، بالذات يعني في صالة الجيم بالنسبة للشباب. ما بتقتصر فقط على بناء كتلة عضلية تظهر الشكل الجمالي بالنسبة للشباب عموما أو لكافة الأعمار، لكن الأمر أبعد من ذلك، فيه جوانب صحية كبيرة بالنسبة للإنسان في ممارسة نشاطه اليومي. الرياضة عندها فوائد مختلفة، بالذات كمال الأجسام. نتابع صالة جيم ومن ثم نعود لنكمل صباحاتنا الندية برفقتكم مشاهدينا. We'll be right back.
اليوم حأتكلم عن أشخاص الوزنهم تحت 100 كيلو كيفية عملية التخسيس. اليوم حنشرح كل تمرين واحد واحد كيفية الأداء بتاعته. في حاجة ممكن بننبه لها إنه التمارين دي للأشخاص تحت 100 كيلو. تحت 100 كيلو في تمارين ما حتنفع للناس الوزنه أكتر من 100 كيلو، لأنه الحاجة دي ممكن تأثر على المفصل بتاعت الجسم. فبننبه للحاجة دي يعني الأشخاص اللي بيكون وزنهم تحت 100 كيلو. يلا نشرح لكم واحد واحد. شكرا. أهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل صباح الشروق أولى المساحات الحوارية المباشرة، لا زال الحديث عن فيروس كورونا يلوح في الأفق بالذات في المجتمع السوداني، ما بالك أنه الحملات الكبيرة القومية لتوعية الناس بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا في زمن ما كانت كبيرة، ولكن مع وتيرة الزمن أصبح القلة يهتم بأخذ التحوطات اللازمة من فيروس كورونا وأخذ اللقاحات بصورة مناسبة إذا كانت على دفعة وعلى دفعتين. ولكن في الأيام الأخيرة بقينا نشوف من وزارة الصحة عبارة عن بيانات تؤكد أنه في فيروس كورونا متواجد في مناطق أخرى ما وصلت التوعية، لذلك في ممثلين من كل ولايات السودان لعملية التوعية والإرشاد بمخاطر فيروس كورونا. سعيد صباحا ورحب مباشرة بالأستاذ محمد عثمان من إدارة تعزيز الصحة ولاية الجزيرة. أهلا صباح الخير. أهلا بكم وأهلا بالمتابعين الأعزاء، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم إن شاء الله. أهلا بك أستاذ عصام ناصر إدارة تعزيز الصحة ولاية شمال كردفان. أهلا بك. مرحب بك حمزة، وأنا عاوز أحيي أهلنا في كردفان الغرم خيرا جوا وبرا، وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية.
مسمى كبير، ورشة لمدة 3 يوم الآن هي تقام في كورنثيا، يعني بخصوص التوعية بمخاطر فيروس كورونا. بداية بجهد كبير جدا من ولاية الجزيرة أنه يجتمع كل ولايات السودان في الخرطوم، يعني عشان يشاركوا في الأفكار ويقدموا المساعدات اللازمة بالنسبة لولاياتهم. كلمنا شوية كده عن الورشة وعن رباك كل المشاهدة اللي بتابعونا الآن. طيب الورشة هي مستهدفة السوشيال ميديا والإعلام في كل الولايات، هي مدتها 3 يوم في كورنثيا، بدأت من أول أمس. الهدف بتاع الورشة إنه تقديم الدور الإعلامي عبر السوشيال ميديا، لأنه باعتباره السوشيال ميديا بقت من الوسائل المهمة جدا في نقل المعلومة. هنا جمعنا 18 ولاية على أساس إنه نقدر نقدم محتوى مناسب في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي ما ذكرت إنه هي واحدة من الوسائل الفعالة، إنه بتعمل ريتش أوت للناس المستهدفين. الإعلام احتمال براو ما بكفي. يعني الإذاعة والتلفزيون، أغلب الناس نحن الشباب بنستخدم السوشيال ميديا، الواتساب، الفيسبوك، المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي. فهي مستهدفة السوشيال ميديا لأنه هي باعتبارها وسيلة من الوسائل اللي بننقل بها المعلومات الصحية، اللي بننقل بها المواقع برضو، سواء كانت في التطعيم، سواء كان لمعلومات أخرى متعلقة بأمراض تانية، لأن أكثر انتشاراً من الإذاعة والتلفزيون. نمشي طوال العصام. محمد اتكلم عن أنه وسائل التواصل الاجتماعي أهميتها في ظل التوقيت اللي يعيشه الآن، لأنه الناس أصبح تواجدهم بصورة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي. لكن إذا لجأنا أقاصي السودان بالتحديد في كردفان، أساليب التوعية مختلفة، ممكن تتخذ أبعاد تانية غير وسائل التواصل الاجتماعي، للعموديات، للجودية، لكذا، لأنه من الصعب أنك تقنع مجتمع بأخذ اللقاحات المناسبة، خاصة مع تضارب المعلومات اللي بقينا نشوفها. فأنتوا كيف بتقدروا برضو تملكوا الناس وتقنعوهم بأنه يطعموا يعني؟ والله طبعا شمال كردفان ولاية وسطية، ويعني معبر لعدد من الولايات، ولاية الغرب وولاية الجنوب وكده، فالمسؤولية علينا كانت كبيرة جدا. وفي الحملات احنا بنتبع كل الوسائل يعني الإعلامية اللي بتخلينا نصل للمواطن، من ضمنها الإذاعة، التلفزيون، الوسائط، الإعلام، الجوال، زي ما قلت الجودية برضه خاشة. يعني احنا ممكن نصل لمنطقة، على التيم يصل لمنطقة معينة، يقابل مثلا نفر نفرين يقول والله احنا ما حنطعم او كده، فبنضطر نصل لجودية، نجيب شيخ الغرية، نجيب المشرفين، بنشوف الأسباب ذاتها شنو خلته ما يطعم. أنت شفت أبرز الأسباب عندهم شنو يعني؟ السبب المقنع بخلوهم ما يطعموا ويأخذوا اللقاحات شنو يعني؟ هل خلفية الناس عن الإصابة وعن اللقاح ذاته نفسه آثاره زي ما أشيع في المنصات يعني؟ والله عادة الإشاعات، إشاعات هي اللي بتدخل الناس. يعني إذا لو لقيته رافض وقعدت معاه وليت رفضته وكده، بتقدر تقنعه، لأنه الأسباب اللي هو خلته يرفض يعني ما أسباب منطقية. ويقول لك والله قالوا بيعمل كده، وقالوا وقالوا وقالوا، وكلها إشاعات. فدي يعني مشكلة، فبنضطر احنا بنقعد معه كلمة كلمتين، بنقول لازم والله التطعيم ده أول حاجة آمن وفعال وكده وكده، ونحن طعمنا ويا ديل الناس قدامك يطعموا، والحمد لله يعني ما في حاجة، أنت خايف من شنو أو كده، فالأمور بتمشي. يستجيب. طيب محمد، يعني في ولاية الجزيرة إدارة تعزيز الصحة، نتكلم عن الجهود اللي أنتم بتقدموها هناك شنو يعني؟ أبرز الخدمات اللي بتقدموها للمواطن، عندكم حصر معين لشكل الناس اللي ما طعموا مثلا لأخذ اللقاحات المتوفرة عندكم الآن يعني؟ طيب نحن في ولاية الجزيرة كافة اللقاحات متوفرة، يعني هي الولاية ممكن نقول عليها أقرب ولاية للمركز، فهي فيها الخدمات كلها. الخدمات حقتنا اللي نحن بنوفرها أديان بتاعت تيم تطعيم جوال، يعني بنمشي للمحليات كلها، حتى في المحليات على رصد المحليات في عربيات بتاعت تيم مجول، بتصل الوحدات الإدارية، بنصل يعني بالتنسيق مع المعززين الموجودين في المناطق المذكورة. يعني نحن لما نجي دارين نعمل مثلا حملة بتاع التطعيم في محلية من المحليات،
بنرجع اول للناس الميسرين والمنسرين بتاعيننا. ايوه بالضبط كده معهم. بنشبك معهم بعد ذاك على اساسها بنسير العربات. العربات دي فيها حسب اللقاحات، يعني مثلا هم اذا طعموا استرازينيكا او سينيفارم او هناي اي نحن يعني بنديهم حسب الحاجه اللي طعموا بها. فدي يعني دي هنا في الغالب مواجهنا مشاكل كثيره برضو زي ما ذكر اخي عاصم. الاشاعات دي ماسكه البلد دي كلها، يعني انه الحاجه دي دايرين تدمرونا بها ودايرين تعملوا. فهسي يعني مع السيول والامطار القصه بقت كمان معقده شويه، صعبه انقطاع بعض الطرق. حنجي للجوانب دي. عصام نتكلم انه هم اقرب للمركز الخرطوم عشان كذا لقوا حظهم ونصيب الاسد، لكن ده ما يمنع انه مرات التوزيع بيكون بالتساوي لكل اللقاحات المتوفره في المركز الخرطوم لكل ولايات السودان. انتوا الان مجتمعين 18 ولايه في الخرطوم عشان تقدروا تقدموا الخدمه اللازمه لولاياتكم، فنتكلم برضه كيف بتقدروا تغطوا برضه كل المناطق؟ هل فقط في شمال كردفان ولا كردفان الكبرى بكل جوانبها يعني؟ طبعا الولايات يعني هي مقسمه، كل ولايه عندها يعني ناسها نفس شغلها. احنا في اطار الولايه فقط، اطار الولايه احنا استراتيجيتنا مستهدفين 45 مركز، 45 مركز ثابت و194 مركز مؤقت، وعندنا 102 وحده جواله. الوحدات الجواله دي بتلف في الغرى برا، عندنا طبعا الرعاه والمزارعين وكده، فبنصلهم. احنا بنحاول نصل اي انسان في الولايه داخل الولايه بنحاول نصله عشان من نحاول نحقق النسبه بتاعتنا بتاعت التغذيه بتاعت التضعيف. عندكم تقارير يعني بان الناس اللي بيصلوا ولايات السودان بيصلوا المناطق المحلية في شمال كردفان، نعم، هل في ناس برضه رفضوا بتتدخلوا انتوا مباشره عشان ما يفوتوا الفرصه؟ لانه مرات برضه الترحال مكلف يعني. صح والله، في يعني في رفض، لكن عاده زي ما قلت لك احنا عندنا يعني قبل الحمله عندنا غرفه اسمها غرفه الطوارئ، دي بتجتمع بتعد ترتيبات الحمله كلها من البدايه للنهايه، والناس يعني من خلال الخبرات المتراكمه دي يعني بيكونوا عارفين المشاكل اللي ممكن تحصل شنو، من ضمنها الرفض. الرفض ده عنده لجنه كامله اسمها لجنه الرفض، دي ستاند باي، بتكونوا مستعدين في اي محليه في لجنه. لجنه طوارئ اول ما عرفت في موقع الفلاني، طبعا عندنا اتيام، الاتيام دي فيها مشرف فيها رئيس تيم كده، اول ما الناس تصل يعني بتحاول تصل للمنطقه بتاعت الرفض، وزي ما قلت لك بنقنعه لانه بتلقاهم عنده اسباب منطقيه مقنعة. اي طيب احمد عثمان، لو تكلمنا في محور اخير يعني، وانا احنا برضه متاسف لانه كنت عندكم ورشه في جانب توعوي برضه، لكن ده جانب توعوي كبير يعني بيصل لكل مكان في السودان يعني برضه بحث الناس على اخذ اللقاحات. فعندكم احصائيه معينه في ولايه الجزيره نسبه الانتشار فيروس كورونا في الفتره دي بالتحديد؟ والله هي الاحصائيه ما نوت كرييتد لحد الان، لانه الحالات ما معظمها ما مكتشف. الناس يعني عندنا مشكله في السودان عامه، الناس حتى ولو ظهرت عليهم بعض الاعراض ما بيمشي يبلغ، يعني بيقول يا اخي دي نزله عاديه دي هناي، فما ما ما بيمشي ما بيمشي يفحص. الجزيره عدد سكانها ما يقارب 5 مليون نسمه، ال 5 مليون نسمه دي لسي في التطعيم النسبه بتاعت التطعيم ضعيفه شديد على مستوى السودان كله، يعني ما 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 يكاد ما تفوت ال 10% او ال 15%. فدي مشكله كبيره جدا، يعني الناس اغلبيه التطعيم والفكره بتاعه التطعيم مربوطه بحاجه معينه بس، انه الزول داير يسافر يعني احنا يمشي يطلع له هنا يطلع له او يطعم حتى يدوه الكرت، لكن لسلامه الناس ما مراعيه الحته دي، انه الحاجه دي بتتنقل انتقالها بيكون واسع شديد يعني، فالناس اذا طعمت بيقلل من النسبه بتاعت الاصابه. والحد الان ما في نسبه ثابته كده، يعني ممكن يوم الموجه بتكون عاليه ثاني ترتفع. طيب عصام ناصر، بما انه قطاع الاعلام قطاع كبير واسلوب التوعيه عندكم بصوره كبيره، في محور اخير عندك مساحه انه تنشر التوعيه لكل الناس اللي بيتابعونا من شمال كردفان
بخصوص المراكز اللي انتم بياخذوا فيها اللقاحات يعني ومتوفر بالنسبه لهم يعني؟ تفضل. طيب نحن اول حاجه بنشكر اخواننا في قناه الشروق، وبشكر اداره الصحه الاتحاديه والمنظمات الامميه، يعني الناس اللي قايمين على امر الحملات وتطعيم المواطنين وكده. ومن خلال الحملة دي أنا دار أقول إنه والله إحنا الدورة دي مستهدفنا عالي جدا، يعني نسبة التطعيم كانت في الولاية حوالي 11.3، الآن الحملة في هذه الجولة إحنا مستهدفين النسبة بتاعت 13.3، عشان ما نصل بنهاية الحملة لنسبة 24.3 ونسبة عالية. فمن هنا أنا عاوز يعني أناشد المواطنين خاصة في شمال كردفان بأنهم يعني هم ناس كردفان يعني ناس واعيين جدا، لكن ناشدهم بأنه يتحركوا للتطعيم. الناس سعيد. اللي أخذوا اللقاح الجرعة الأولى يأخذوا الثانية، واللي أخذوا الثانية يأخذوا الثالثة، والما أخذوا يأخذوا ويحركوا الناس عشان ما تيجي تطعم. ونحن بنستغل كل الوسائل بتاعت الإعلام ونصلهم إن شاء الله، وبننورهم بالحملة وبأهداف الحملة اللي بتنطلق يوم 22 وتنتهي يوم 31/10. انا مقدر جدا والله، وشكرا لتكبدكم المشاق يعني عشان برضه تقدموا الخدمه بالنسبه للمواطن في بلدانكم يعني او في مناطقكم. فاجتماعكم في حد ذاته تنوع، وفي حد ذاته تعارف، وغير الفائده المجتمعيه الفائده الصحيه الكبيره اللي ممكن تنوروا بها كل اهلكم. انا مقدر جدا حضوركم صباحا استاذ محمد عثمان، إدارة تعزيز الصحة ولاية الجزيرة، كثر خيرك على حضورك صباحا، شكرا جزيلا. شاكر لكم وشاكر لقناة الشروق على الاستضافة، وإن شاء الله يعني عبر القناة يكون الرسالة حقنا وصلت لكافة أرجاء السودان إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عصام ناصر، إدارة تعزيز الصحة ولاية شمال كردفان، شكرا لحضورك صباحا، كثر خيرك. شكرا، بارك الله فيك، ونتمنى الصحة والعافية لكل مواطن مش في شمال كردفان، أي إنسان سوداني، ونتمنى إنه الناس يعني تتوحد والأمور تمشي لقدام، وربنا يسهل الامور ان شاء الله. شكرا جزيلا. ده التنوع اللي شفناه، انه تجمع ولايات لخدمه السودان، واحد اكبر مميزات السودان الوطن القاره هو تنوعه وثرائه من سحنات ولغات وبيئات ومناخ، وده الشيء شكل انسان السودان الواعد. في الفتره الاخيره بقينا نشوف نزاعات كثيره، احتراب قبلي او كما يسمى بين هلالين، الموت المجاني ما فيه ما له أي لازمة. نحن منعيش في وئام، منعيش في تآخر، منعيش في سلام. هي مساحة صباحية من زاوية أخرى للجمال، أن ننشر ثقافة السلام وأن ننشر الوحدة وأن نعرب بإنسان السوداني الواعد الخلاق. منطقة الرماش في ولاية النيل الأزرق، روعة مكان وجمال إنسان. نتابع من ثم نعود لنكمل صباحاتنا النديبة، برفقتكم مشاهدينا. خبرني يا نيل الأجداد والآباء، خبرني يا رمز الجلال والنعمة، أهو نفس الزمان؟ أهو نفس المكان؟ أهي نفس التفاصيل التي نقشها التاريخ على جدار ذاكرة القرية؟ القرية التي نحب شوارعها ونسمر في أمسياتها ونمرح في بساتينها والحقول، أهي الرماش التي نعودها اليوم باحثين عن تاريخها وقصصها وناسها الطيبين؟ نعم هي، هكذا يقول النيل، ويمنحنا الإذن لنبدأ رحلتنا في الرماش، إحدى قرى شمال سنجا حاضرة السنار. دخلناها فرأينا بساطة القرية وسماحتها. بالنسبة للسكان القاطنين على قرب من النيل الأزرق، ترتكز حياتهم على صناعة الطوب الذي يمثل مصدر دخل أساسي، فحتى موسم فيضان النيل تكون الفرصة متاحة لهؤلاء لزيادة إنتاجهم وكميات الطوب وبيعها، فطوب الرماش من أجود الأنواع. ولأن الحياة في الرماش تبدأ بالنيل والتفاصيل تبدأ من النيل، استوقفنا النيل واستوقفتنا حكاياته، ونقترب أكثر من تفاصيل الحياة بالرماش، فتأخذنا الخطى صوب بساتينها الغناء وريادها النضرة المتلفعة بالثمار. فالرماش منطقة أكسبتها الطبيعة خضرة وجمال قل أن يوجد في مكان آخر، فمن خير أرضهم يأكلون ومن مائها يشربون وينعمون،
باتجاهنا لمعرفة تفاصيل الحياة وتأريخها واجتماعيتها في هذه القرية التي تعتبر امتدادا لثورة الإمام المهدي. فأحفاد الخليفة عبد الله ما زالوا يوشحون القرية بحضورهم، فضلا عن كون الرماشي محطة مهمة في حياة الدولة المهدية، فأمراؤها وفرسانها تحفظ لهم القرية تأريخا وأسفار. ولأن الرماشة تجسيد للسودان في أبهى صوره الاجتماعية المترابطة، نجد إلى جانب قبيلة التعايشة أكثر من 20 قرية أخرى تتقاسم المكان كما يتقاسمون إكرام الضيف. فعندما يحل الضيف ينبئ منظرهم عن أصالة المعدن والخصال، فكل قبيلة لها في الرماش متكأ. وأي متكأ؟ إنه متكأ وريف. وإن حكى البطاحين قصتهم فإن للتعاشى قصتهم. العم إبراهيم يوسف من ظرفاء الرماش، عرف بشعره ونكاته وحبه للشاي، ليس على طريقتنا وإنما على طريقة البرامكة بغرب السودان. وفي منزل السيد يحيى الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي بالرماش، يغمرك إحساس بعظمة التاريخ السوداني. وفي الرماش تنساب الحياة بهدوء وسكينة، وكغيرها من القرى يمثل فيها المسجد إشعاعا ونورا، وفي الشوارع الوجه البسام وابتدار السلام. هي تربية القرية ووصية الأجداد، فكم خرجت الرماش من أفذاذ وكم علمت. ويكفي أن المرأة فيها تشكل منارة ونور، فهي الأم والمعلمة وصاحبة الفكر والرأي. بدخولك الرماش تدرك أنك بحاجة ماسة لمجالسة شيوخها وحفظي تاريخها، لتسمع إليهم وتعيد قراءة التاريخ مرة أخرى، بحاجة للتفرس في نيلها وطرقها وإنسانها وبساتينها الغناء. قد تكون هذه قراءة أولى في كتاب الرماش، لكنها تكفي لمنحنا طرف الخيط الممتد إلى أعماق تاريخها، تاريخها الذي لا ينفصل عن حياتنا التي نعيشها اليوم. هي تحالف ما بين الإنسان والنيل والقرآن، هي الخضرة والجمال والطبيعة، هي استلهام لأنصع صفحات التاريخ السوداني. الثورة المهدية هي القرية السودانية بكل تفاصيلها وروعتها وإرثها وحنينها. أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم في الاستضافة الثانية على الهواء مباشرة. التصوير الصحفي ليس فقط مجرد صورة يتم التقاطها لتكملة خبر معين أو بعينه، الأمر أبعد من ذلك بكثير، فهي الصورة تنطق وتعبر وتحكس عن حقائق في المجتمع. إذن هي مسؤولية كبيرة لمصورين أجادوا وأبرعوا أو برعوا في التقاط صور كثيرة لديها معاني ومضامين مختلفة. ضيف الصباح هو شاب سوداني أصيل حلم بواقع أفضل حينما خرج مع أبناء جيله للتعبير بصوتهم، وعندما قمعوا حاول بقدر الإمكان أن ينشر صور في منصات التواصل الاجتماعي ليحكس للعالم الخارجي، لتنال حظها من التداول وتنال حظها أيضا من الجوائز عالمية، لينال المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي في الصحافة العالمية للعام 22-20 بهولندا. سعيد جدا أن نرحب صباحا بالزميل المصور الفوتوغرافي الفائز فائز عبد القادر. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور، والحي مبارك لك الجائزة، وده شرف كبير لنا أنه شباب سوداني واعد ينال جوائز عالمية. التقديم لها كان لفترة من الفترات ما بالسهولة أنه الزول ينال الجائزة، لأنه في يعني تداول كثيف في صور مختلفة معبرة أكثر.
فبداية كذا قبل ما أتعرف عليك فائز وعن نشاطك، اتكلم عن الجائزة دي، كيف أنت قدمت لها يعني؟ جائزة طبعا من أفضل الجوائز في العالم، تعتبر من الجوائز الأولى في الصور الصحفية. أنا كنت واحد من الناس من سنين إنه أحلم أن أكون يوم من الأيام إنه أكون في المعارض، يعني ما أحصل على الجائزة، يعني دي من الأحلام يعني. الجائزة قدمت لها عن طريق هو الويب سايت بتاعهم، كل سنة في بداية شهر 11 بتبدأ الناس بتقدم، بعد كده الفرز بيتم عن طريق شهر 12، هو شهر واحد بيتم الإعلان عن الفائزين، فبرسل لك إيميل على الإيميل بتاعك قبال 3 أسابيع إنه أنت حرزت المركز الأول أو المركز الثاني أو إنك أنت ما توفقت في السنة دي. ف الواحدة كان ما متوقع، يعني ما كنت متوقع إنه أكون حتى إنه أصل مرحلة التحكيم، فرسلوا لي عن طريق الإيميل إنه يا أخي أنت وصلت مرحلة التحكيم، فبقول لي إنك أنت اتوقع انك انت تكون من الفائزين يعني. وده كله تشويق منه، تشويق كل مره في الايميل، فكنت مبسوط جدا جدا يعني بالحاجه دي. يا سلام. معروف انه الجوائز العالميه في جوانب مختلفه لها، اذا كان في البيئه، في الاخبار، في التفاصيل المجتمعيه، في معظم مرات المصورين على حسب التقارير الاخيره هم حازوا على جوائز من دون ذكر اسمائهم، لانه مرات بتقع عليهم في جانب امني، مرات في صور معبره عن واقع، في صور بتفضح كثير من المشاهد. فانت يعني نشرت صوره وحس بها المركز الاول على عكس الصوره اللي انت صورتها في مسيرتك يعني. فنتكلم عن الصوره اللي انت بها الجائزه. الصوره كانت في الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر، كانت في شهر واحد. من ضمن الصور كانت الصورة بتاعت المرأة، هي كانت بترجع القاز مسيل للدموع بتخفيف الضغط على المظاهرين، يعني كان في قمع شديد يعني اللحظة ديك. فاللحظة ديك أنا كنت في لحظة استراحة، يعني كنت في ركن من في شروني، فقلت بشنو بكون يعني، لأنه كان الزمن طويل لأنه الناس كانت في القمع شنو، فقلت استريح شويه. فمن اللحظه دي انا شنو لفتني البدي اني شايل البومبو بترجع فيه، فانا بقيت في اللحظه قاعد يعني قاعد في الوطن، الصوره خدتها انا قاعد في الوطن يعني. انت ما مخطط للموضوع؟ ما مخطط اصلا. فدي لفتتني النظر يعني، فبقيت شنو قاعد في الحته دي وبقيت بصور، فبصور لحظه هي جاريه بتشيل في البومبان شنو، صور متكررة. ما كانت لقطة واحدة ليه؟ لا كانت لقطات مختلفة لمعظم المظاهرين. هي زي 30 لقطة. 30 لقطة في الثانية. فأنا قلت باخذ لحظة هي جارية بتاخذ بومبان وبترجع. فما الصور ما قاعد أشوفها في الكاميرا، هو لما أرجع للمكتب وأقوم بفرز الصور. من ضمن الصور دي الصور الوحيدة اللي لفتت نظري. فبقيت شنو حتى نزلتها في السوشيال ميديا بتاع، حصلت على ترند يعني في السوشيال ميديا، وكانت من صور اليوم، حتى انه تواصلوا معي جرائد عالميه انه دارين الصوره، حتى اشتراها مني انه كانت بالنسبه لهم صوره ملهمه شديد. كذا بيني وبينك كذا مع الناس على الهواء يعني، جابت حاجه كويسه؟ والله يعني ما حاجه، كان بالنسبه لي انه وصلت رسالتي انه انا قد غطيت الحاجه دي وجسدت الواقع انه الحاصل شنو في التفاصيل. طيب فايز، ما دي ما اول صوره تلتقط لشخص بيرجح في البومبان يعني. صح. في شخصيات حتى سميت باسماء ارجاع الغاز المسيل للدموع او البومبان بين هلالين يعني. عندنا فشنو الابعاد المميزه في الصوره؟ لانه عندما يتم اختيار صوره وتصل لمراحل متقدمه والشخص يفوز بها في المركز الاول، ففي رساله حقيقيه. صح. انت شفت الرساله قبل ما يتم اختيارها اصلا. صح. يعني من النفس. الصوره من ليه هي الصوره دي من ضمن الصور اللي فازت؟ اول حاجه لغه الجسد بتاعت البت، انه لحظتها ترجع في التفاصيل، حتى انه القوه بتاعت المراه السودانيه الكنداكه، انه دور المراه في الحراك، حاجات كثير يعني. المراه جزء من المجتمع، ويعني يقول المجتمع كامل يعني. صحيح. فدي من انا الصوره دي بالنسبه لي انه يا اخي انه دور المراه السودانيه
في الحراك المجتمعي الحاصل يعني. فدي من خلاني يكون صورة مميزة يعني. ومن ضمن الحاجة دي كانت في الفترة كانت في اللي قدمت بها إنه كان في اليوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي يعني كان الجندر ده بالنسبة للخويات دي حاجة مهمة شديد يعني. واهتمام وقوف آدم بجانب حواء يعني. أنت بتشوف بزاوية شوفك أنت، زاوية شوفك تحت التصوير وزاوية شوفك للجانب العام يعني في السودان، قدر كيف أنت قدرت يعني تنمي حماس كثير من الشباب إنه التقطوا صور رائعة بزوايا مختلفة بتحكي واقع أفضل وهي تنطق يعني. قدر كيف أنت شفتها بفوزك حمست شباب على إنه برضو يطلعوا صورهم ويشاركوا بها يعني في معارض حتى لو ما في جوائز يعني. دي كانت حاجة بالنسبة لي فخر إنه أنا أكون جزء من الحاجة دي. وتاني حاجة إنه دي المسؤولية المجتمعية تجاه أي زول بيقدم حاجة للمجتمع يعني. فخلنا أنت بتقدم للمجتمع لازم أنت تكون عندك المسؤولية الاجتماعية بتاعتك إنك تلهم الناس وتلهم المصورين وتلهم الجزء من الناس الزول بيكون محبط بالوضع الحاصل والتفاصيل الوضع الحاصل. فبالنسبة لهم أنت بتكون زي الملهم بالنسبة لهم يعني. فخلنا دي حاجة يكون واحد مبسوط بالحاجة دي، ودي مسؤولية كبيرة جدا جدا باتجاه يعني. فايز في الوقت في الفترة الأخيرة بيجينا نشوف الصور هي اللي بتصنع الترند، هي اللي بتغير واقع وحال كامل لأنه بتكون معبرة، بتكون من الموقع وبتاخذ زوايا مختلفة للحدث نفسه يعني. مرات عديدة الكتابة معرضة لأنه هي تكون حقيقية أو ما حقيقية، لكن الصورة هي لما تلتقط ما فيها فوتوشوب حاصل يعني. فقدر كيف برضو الصورة هي معبرة يعني. نحن نقول إن الصورة مرات هي أفضل تحكي واقع على عكس المقالات اللي بتكتب يعني، إذا كانت المقولة بمسمى ما مستحضرة الآن. وقدر كيف برضو الصورة هي معبر ممكن تحكي عن واقع كامل. الصورة طبعا الكتابة ممكن تتحرف يعني بتفاصيل إنه ما تكون حقيقية يعني، لكن الصورة طبعا أنت بتجسد الواقع. فأنا هذا في نوع من التصوير الصحفي، دائما التصوير الصحفي من أساسياته إن أنت الصورة ما بتعدل فيها أصلا، إن الصورة بتكون من الكاميرا للمشاهد طوال يعني. فحتى أنا ما بتخش إيديت، ما بتخش بتتحرف يعني، أي تعديل لا في لون، لا حتى اللون ذاته عنده دلالة يعني. لا حتى إنه أنت لازم تكون أنت الصورة دي لازم تلقطها إنه من الكاميرا. حتى أنا الصورة الفستبالي من الكاميرا طوال يعني، ما كان بيتم فحصها لو كان في طبعا لأنه هناك في تطبيقات إنه الصورة دي إنه معدلة ما معدلة، حتى مضيف لها حاجة ما مضيف لها. دي من الأساسيات حتى في الشروط ذاتها، حتى الشروط التقديم إنه الصورة ما تكون فيها لوجو، ما تكون معدلة، ما تكون حتى بتعدل في حاجة واحدة، هو بتقص بتعمل الكونتراست بتاع الصورة يعني. فعنها إنه حاجة بسيطة جدا جدا يعني. الحراك في الفترة الأخيرة في ثورة ديسمبر المجيدة، إحنا ما بنقول إنه الثورة الظافرة دي هي وقفت، هي مستمر لأنه المد في الأفكار، المد في أفكار الشباب، المد في 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 بناء الوطن يعني. ما نقول حنبنيه ونشيل الحد شوية كده ونبدأ في عملية البناء مباشرة. قدر كيف برضو الثورة دي ألهمت جيل كامل في التشكيل، في التصوير، في الفن، جمعتهم في محبة الوطن اللي كانت مفقودة لزمن طويل يعني. صح. هي حصلت ثورة فنية طبعاً، هي ثورة بصرية بالنسبة للفوتوغراف، ثورة يعني ثورة فن يعني. اللي إحنا زمان يعني هو من قبل الثورة ما كان، ما كنا نقدر ناخد راحتنا في إنه نقدر نطلع المنتوج بتاعنا يعني. فكيف خلنا لما حصلت الثورة دي حصلت انفجار يعني، انفجار فني يعني. فأنا يزول بيقدر يقدم بعد كده يعني، لأنه كان في شباب موجود إنه ملهم يعني، ما قادر يطلع يعني المادة بتاعتهم. فخلنا إنه الثورة دي غيرت مفاهيم كثيرة، والصور غيرت مفاهيم كثيرة، وإيش يعني كان موسيقى، كان رسامين، كان تشكيلين، كان شنو، غيرت المفاهيم بتاعها. أنت فايز لو لاحظت إنه يعني حتى الصورة اللي بتنشر بيتم تداولها ما بمسمى لوجو يعني، ما في تحيز لصورة معينة لشخص معين، فإنما هي صورة تحيز للواقع وللقضية نفسها. فدي حاجة مهمة جديدة يعني، ده تغيير على مستوى فكر الشباب يعني. دي بتجسد الواقع يعني، فخلنا تنقل الواقع بحقيقته يعني. فخلنا إن أنت مثلا مشيت تفاصيل الحصل، الكوارث اللي هو الكوارث الطبيعية مثلا الفيضانات، أنت مشيت وقت تنقل الحدث ده تجسد لون الواقع ده إنه ده حاصل يعني، في حاجة حاصلة. حتى حصل الفيضانات السنة الفاتت القبلية إنه عن طريق الصور أو الفيديوهات، إنه الناس ديل حصل لهم فيضانات، فالناس ما بتعرف عن طريق الكتاب. هو بيزل ممكن يكتب في الفيسبوك أو في الميديا بيقول له إنه يا أخي حصل كده، لكن ما بصدق. لكن لما نشوف الصور الفيديوهات دي حقيقة حاصلة يعني. طيب
فايز، انت شاركت وعبرت بصوتك وصوت صوت الملايين للعالم الخارجي. نحن نقول انه البلد عندها سيادة متمثلة في شعبها، متمثلة في شبابه، وجيل بين هلالين برضو راكب راس يعني عشان يوصل صوته، عشان يحلم بسودان واقع أفضل. لو تكلمنا في زاوية قدر كيف برضو المصور مهم إنه يحكي الصورة مشرقة عن بلده في كل جوانب الحياة، يعني ما فقط الجانب السلبي. صح. يعني في الفترة الأخيرة بقينا نشوف في صور خصما على السودان وخصما على واقع السودان نفسه. طبعا السودان بره معروف إنه السودان بلد المجاعات، بلد الحروبات، بلد الحاجات، لكن كانت حصلت طفرة شوية إنه نحن كان طلعنا هاشتاج سودان بعيون سودانية. نحن كان جسدنا إنه نطلع السودان بطريقة أفضل، اللي هو الصور مثلا كنا مسافر، أنا واحد من الناس سافرت تلت السودان، بقوم بساور دارفور كردفان، بطلع الجمال بتاع السودان، بقوم بننشره في الهاشتاج ده، نوري للعالم الخارجي إنه السودان ده ما بلد مجاعات، ما بلد حروبات، بلد جميل جدا جدا يعني. فعلا وفعلا كانت عاملة رواج يعني حتى في السوشيال ميديا، حتى في على نطاق العالم يعني. ويزول في منطقته يعني. أي. السودان بعيون سودانية، إذا أنت تغطى صورة فيها جانب جمالي معين ممكن نشوره. وما والهاشتاج ده يعني ما يجي في فترة زمنية معينة. لا لحد الآن موجود طبعاً. لحد الآن مستمر يعني. ده من 2019 يعني حد الآن يزول خش الهاشتاج بتاع السودان بعيون سودانية بيجي إنه بيلقى جمال مبالغ فيه يعني. البلد فيها مصورين محترفين وفيها هواد بتاع التصوير بادين جديد يعني. ومن السهل في الفترة الأخيرة أي زول يغتني له كاميرا عشان يصور بها أي شيء، والناس التجأت لتصوير معين في جوانب الحياة. فبرضو أنت بأنك شاب ومحترف وأخذت يعني جائزة عالمية في مجال معين، بتنصح، أنا ما بقول نصيحة لكن كروشيتا يعني صباحية بالنسبة لكل هواة التصوير البادين عشان يأسسوا نفسهم تأسيس صح، المفروض يعملوا شنو يعني؟ زي ما بقول اي زول داري يشيل كاميرا ودار اصور يعرف انه هو داري يعمل شنو في الكاميرا. الفكره بتاعتك شنو؟ انت عايز تدي المشاهد شنو؟ عايز تصور شنو؟ فالمجالات في التصوير الفوتوغرافي كثيره جدا جدا، صحافه، لاندسكيب، ويدين، حاجات كثيره يعني. فخلينا انه اي زول ممكن يتخصص في حاجه معينه ويبدع فيها. فتعرف نفسك انك كاميرتك دي شايله انت عاوز تعمل بها شنو؟ ده السؤال اللي بتساله لنفسك قبالي يعني. ما ممكن انك تشيل كاميرا تمشي تصور اي حاجه. فخلنا انا مصور فوتوغرافي يعني، بالنسبه لانك انت يعني تغطي نفسك على كده. ف ثاني حاجه الناس المصورين طبعا انا حاجه فخور بها جدا جدا انه بقى في مصورين كتار شديد يعني في 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 المجال في المجتمع يعني. فايزول بيقدي رسالته بطريقته الخاصه يعني، وايزول عنده لمسه وايزول عنده نظره يعني. طيب فايز، انت عندك منتوج ما شاء الله ممتاز من الصور، برضو يتكلم عن مشروعك المستقبلي، عايز تعمل يعني انت، انا الشيء اللي عرفته انت عندك صور مختلفه بجوانب متعدده، في امكانيه اقامه معارض داخليه وخارجيه، كيف انت بتخطط له في الفتره دي بالتحديد؟ والله الفتره دي انا شغال لي زي مشروع لمده 3 سنة، وهو الفيضانات على نطاق النيل. شغال من بداية 2019 لحد هسي. حاليا أنا في الفينش بتاع المشروع بتاعي، الناس هقدمه في كتاب، هقدمه في مشروع، هقدمه في معرض، ومعرض داخلي ومعرض خارجي. يا سلام. طيب نديك مساحة أخيرة تهني فيها كل أبناء جيلك اللي كانوا معاك برضو في الثورة المجيدة، لأنه شفنا برضو في تداول مختلف يعني للشباب المصورين، تضامن معاك يعني، الهاشتاج برضو بقى منتشر بصورة كبيرة يعني. فريق المساحة إنك تحيوه وتشكره برضو. أنا أول حاجة بشكر أصدقائي وبشكر أهلي يعني، وبشكر المصورين بصورة عامة يعني، عشان ما نقدر نظلم لنا زول يعني. فكل الشكر لهم، وشكر لكم إنكم أنتم يعني سند لبعض وسند لي يعني. ولولا نحن دعمنا لبعض ما كنا، واحد ما كان وصل المرحلة دي يعني. قدر جدا على فكرة فايز، ده دفعة يعني. كتر خيرك فايز عبد القادر على حضورك صباحا في صباح الشروق، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح في محطتك القادمة. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا جزيلا. نواصل دفق الشروق الصباحي الحيط، وصلنا لختام لقائنا معاكم. مع عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. متى منعود لنواصل ختام صباح الشروق برفقتكم مشاهدينا. We'll be right back.
عشقتك لجمالك انت آية من الجمال او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال ما عشقتك لجمالك انت آية من الجمال او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال الفؤاد دائما بنادي في اضطراب وفي ابتعاد الفؤاد دائما بنادي في اضطراب وفي ابتعاد ليك ليك لأنك من بلادي عشقتك لجمالك انت آية من الجمال او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي ليك ليك لأنك من بلادي جمال النيل بهاه شلت من النيل صباه من جمال النيل بهاه شلت من النيل صباه ومن جمال النيل بهاه ومن مناظر الزغر صفحة ومن رهيد البرد لوحة ومن نخيل الباوق طرحة ومن تلوج السمح نفحة الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك وليك ليك غرد كل أشيادي طريقنا باهي يا شباب ننقيف نعاي ما بصح طريقنا باهي يا شباب ننقيف نعاي ما بصح طريقنا باهي يا شباب ننقيف نعاي ما بصح طريقنا باهي يا شباب ننقيف نعاي الأمل معقود علينا والعمل ظمأن إلينا
الأمل معقود علينا والعمل ظمأن إلينا بسواعدنا ونضالنا في غريب أو في شمال بسواعدنا ونضالنا في غريب أو في شمال غيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا غيرنا مين يا حريف أرضنا ويعمر بلدنا أغيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا وغيرنا غيرنا مين يفني الأعادي الرحمة والمغفرة للملك صلاح من البادية وهو يجدو ويغني دعوة للمحبة ونشر لثقافة السلام والوحدة ودعوة أيضا للإنتاج والعمل. نحن في ظروف صعبة واستثنائية بنعيش الآن، على كل الناس أنه تعمل على بناء الوطن في مجالات متعددة في مجالات مختلفة حتى ينهض ويزهو ويزدهر. تكاملت فقرات صباحاتنا الندية برفقتكم، بداية بلمسة وفاء للأديب الشاعر والصحفي والدرامي سعد الدين إبراهيم، مرورا بفقرات مهمة للرياضة وأيضا بخصوص التوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا من ولايات السودان متعددة، ولايات الجزيرة وشمال كردفان، وصولا لبلدنا حلوة روعة المكان وجمال الإنسان، وأيضا ختاما بشاب سوداني قدر أن يضع بصمة في مجال التصوير الصحفي، فاز بجائزة عالمية بهولندا في العام 2020 جائزة التصوير الصحفي الفوتوغرافي. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، شكرا لفريق عمل يوم الثلاثاء، سعدت جدا ما نقول كل هذا الجهد المباشر حتى الملتقى، دمتم دائما في رعاية الرحيم وابقوا عشر على الوطن، مع السلامة.